تطوير القطاع الصحي كان على قمة أولويات الدولة خلال السنوات الأخيرة، وخلال العام الماضي ارتفع الإنفاق على هذا القطاع ليصل إلى 222 مليار جنيه مقارنة ب 32 مليار جنيه في عام 2014. اعتمدت استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الصحية على ثلاث محاور، على رأسها تطوير البنية التحتية من مستشفيات ومراكز طبية ووحدات صحية وتوطين صناعة الدواء محليا، حيث تم تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 965 مشروعا بتكلفة إجمالية وصلت إلى 91.31 مليار جنيه، ومستهدف العام الجاري تطوير وإنشاء 53 مستشفى بتكلفة إجمالية تصل إلى ما يقرب من 28 مليار جنيه، وتنفيذ 3 مستشفيات بتكلفة وصلت إلى 14 مليار جنيها خلال عام 2024، و14 مستشفى بتكلفة وصلت إلى 19.56 مليار جنيه خلال عام 2025. كما يعد إنشاء المركز المصري للتحكم في الأمراض تطوراً كبيراً في البحث العلمي من خلال رصد الأمراض الوبائية وغير الوبائية، فضلاً عن الاهتمام بتطوير العمل والخدمات المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية بمختلف المحافظات التي تبلغ عددها 5436 منشأة، حيث تم البدء ب 231 وحدة رعاية أولية كمرحلة أولى، ومن المقرر الانتهاء من باقي الوحدات بنهاية عام 2024. وعملت الدولة على تطوير عدد من المنشآت الطبية الضخمة كمعهد ناصر للبحوث، كما صدق رئيس الجمهورية على إنشاء معهد القلب القومي الجديد، فضلا عن إنشاء مبنى المعامل المركزية الجديد بتكلفة وصلت إلى 1.3 مليار جنيه، ومدينة الطب النفسي وعلاج الإدمان وطب المسنين. كل هذا العمل ساهم على نقل المنظومة الطبية المصرية نقلة نوعية لتقديم خدمات صحية أفضل للمصريين بعد ثورة 30 يونيو. أحمد فرج، كلمة أخيرة.